عندي سلطة الجبنة الحلوم مع البتنجان. شوف مقاديرنا مع بعض نشوف بنعمل ايه. عندي سلطة حلوم مشوية، عندي جبنة حلوم وبتنجان وكوسة، وعندي طماطم وزيت زيتون وملح وفلفل وزعتر وجرجير وخس ومستردة وليمون وخل. طيب عصير المخل، ادي الكوسة بتاعتي، انا والله يا شيف متابعات من ايام ما كنت في استديو مع شريف مذكور على القناه الرابعه. ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا رب دايما تشوفينا ومعانا. من الشيفات اللي احنا بنستمتع واحنا بنتفرج على حضرتك صراحه يا رفيق. ربنا يبارك في سعادتك يا بنتي ويخليك ليا يا فندم. وامورين يا فندم. انت الامر اللي انا بقى كنت عايز اسلم على حضرتك بس. يا احلى صباح على انت منين من المنصوره؟ ايه انا من غربيه. منين من الغربيه؟ من بلد اسمها جنب كفر الزيان. ها اهلا بيكي اهلا بيكي يا ست الكل، ربنا يكبر بخاطري. اشكرك اشكرك يا بنتي. كده هنا كده هنقطع البتنجان بتاعي مكعبات صغيره كده اهو، حبه ملح اهو، وهسيبه كده شوية كده بشوي الكوسة بتاعتي. أشوي الكوسة هنا، تاخد تعفير الدقيق ادي البتنجان. كده ادي الخس بتاعي عندي بقى هنا شوية مستردة، حبة ملح مش كتير، حبة فلفل، حبة مستردة، حبة زيت زيتون، حبة ليمون، ليمون شوية، وحبة خل. ده الدريسنج بتاعي.